لو عندي مثلا مهندس حديث تخرج، مهندس كهرباء، مهندس فني، مساح، أمين مخزن كده يعني. كل العمالة اللي هي بتبقى موجودة وبراتب، ومن الكادر الأساسي اللي هو بينفذ المشروع فعليا اللي احنا خدناه في الدايركت كوست قبل كده، حاطه في الاندايركت كوست. خلي بالك من النقطة دي جدا، لأن بعض الناس بتلخبط وتحط ده مع الدايركت كوست. لا، ما احطش ده مع ده وما احطش ده مع ده، يعني تبقى ايه اللي هينفذ المشروع فعليا زي ما احنا قلنا قبل كده، يتحط في الايه في الدايركت كوست. اللي هيبقى موجود في الموقع، اي موجود، اي واحد موجود في الموقع او براتب، يبقى ده يتحط ضمن الايه ضمن السايت اوفر هيد. كذلك برضو لو انا عندي مثلا ايه غفير او اسعافات اوليه او مشرف او اي، او مثلا السواقين، السواق زي ما قلت قبل كده، لو انا هحطه ضمن الاوبريشن اللي هي الخاصه بالمعدات، زي ما احنا عرفنا ازاي بنحسب التكلفه بتاع المعدات ونحطها في التحليل بعد كده، ما بحطهاش في الايه ما بحطهاش في الاندايركت كوست. لو حطيتها هناك ما حطهاش هنا عشان ما يحصلش لخبطه او ما اعملش التكلفه مرتين. بعد كده عندي مصاريف مواقع الخاصة بالمشروع، مصاريف المواقع الخاصة بالمشروع. يعني لو عندي مثلا إيه مية وكهرباء، لو عندي مثلا تجهيزات موقع، لو عندي أسوار حوالين الموقع، كل ده الميزيشن يعني. بس لو أنا ضفته، لو أنا ضفته في التكلفة المباشرة، ما بضيفوش هنا. ماشي، حاجة لو هضيفها هناك ما تضيفهاش هنا، تمام، عشان ما يحصلش. ويبقى دايما معايا المحاسب اللي هو بتاع التكاليف الخاص بالتكاليف. الموضوع بتاع تحليل التكلفة بيشترك فيه أكتر من جهة، يعني محاسب التكاليف، مهندس التكاليف كده، يعني مش بيبقى فرد واحد. ففي النهاية خالص، النهاية خالص بجمع لسه بقى عندي المعدات، طبعا بجمع كل إيه بجمع كل مصاريف لوحدها. لسه ما كملناش مثلا مصاريف الموقع بتبقى عبارة عن إيه. بعد كده عندي المستراحات، بعد كده عندي اللافتات، خازن الأسمنت، لو عندي معمل بالمشروع، الورش، جميع الليبراليزيشن الموجودة عندي، ورش، المظلات، التأمين، بعد كده مثلا مصروفات الإعاشة، التليفونات والفاكسات اللي هي موجودة بالموقع مش موجودة في الشركة، الأجهزة والأعمال المساحية، المطبوعات، مصروفات اليومية، المصريات، ومثلا إسعافات أولية واحد. بعد كده عندي المعدات المطلوبة، عندي مثلا مولد، عندي عربية بقسمها على المشروع بالكامل. لو أنا عندي المشروع مثلا 36 شهر، كلفني إيجار في الشهر 2500 جنيه، بحطه ضمن الإيه؟ ضمن بهام المعدات المطلوبة في الموقع. بجمع الاتنين دولت على بعض، بيديني في النهاية خالص الإجمالي بتاعهم 4,507,000 مثلا. بيبقى بحسب الإجمالي بتاع قيمة الدايركت كوست، هيديني مثلا إيه 4.1%. بعد كده عندي الهيد أوفيس أوفر هيد. الهيد أوفيس أوفر هيد ده مكتب الشركة الأساسي بتاع الشركة نفسه. ماشي، باخد بيتاخد مثلا 2.5% من الدايركت كوست. بجمع الاثنين على بعض، السايت اوفر هيد والهيد اوفيس اوفر هيد، بيديني 7.3% اللي هي التوتال اوفر هيد. بعد كده بحسب حاجه اسمها المارك اب.
مارك اب. نت بروفيت اللي انا عاوزه 5% بالمبلغ اللي هو او النسبه اللي انا عاوزها بتبقى الربح بتاعي. الفاينانس تشارج ديت اللي هي بتبقى مثلا لو عندي قروض، تأمينات على حاجة، ضمانات، دي اسمها الفاينانس تشارج. الريسك الاونس لو انا عندي مثلا ايه تغطية مخاطر بحسبها من الريسك، البريمافيرا ريسك اناليسيس. بعمل سيموليشن للبرنامج بتاعي وبشوف الريسك ده هيأثر على البرنامج ازاي، بيطلع لي في النهاية خالص ان الريسك بتاعي ده هيأثر بنسبة كذا. النسبة دي اسمها الريسك الاونس بتاعي، اللي هي بتتحط هنا بقى، اللي هي اللي هتتغطى بيها بالنسبة للمارك اب 3%. التاسك انشورنس اللي هي الضرايب والتأمينات، خلي بالك لو انا التأمينات هنا غير التأمينات الايه اللي هي بتاعت الفاينانس تشارج. التأمين هنا غير التأمين هنا، او اللي هيغطي هنا غير اللي هيغطي هنا. اللي هنا بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن ضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وضريبة الأرباح التجارية والصناعية. كل ده مجموعة على بعض بيديني في النهاية خالص 10% بتاعت الضرايب والتأمينات. طيب التوتال مارك اب بتاعتي بقى بعد كده هجمع الكلام ده كله مع بعضه بيديني في النهاية خالص 20%. الدايركت كوست بتاعتي اهي، الاندايركت كوست اللي هي 7.3 مضروبة في 9 وشوية، دي 600 ألف، 678 ألف 709، ده الاندايركت كوست. بعد كده عندي المارك اب هنا 20% اللي هي 1,994,000. بعد كده التندر برايس بقى بتاعتي كلها بتبقى عبارة عن الدايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب، فديت مهمة جدا. بعد كده المبلغ ده بقى هو اللي انا بحطه في ظرف ختم ختم احمر وبيتقدم في عروض الاسعار، بيتقدم في العقارات. طيب كده نكون خلصنا الموضوع بتاع التكلفة أو حساب التكلفة أو تحليل السعر. نخش بعد كده على النقطة بتاعت اللي هي الإيه، النقطة بتاعت اللي هي